ايه عندهم هادشي دابا هما على السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي بغيت نشارككم معاكم، غادي ندير واحد الجوله في الصباح ان شاء الله في البحر. ما بقيتش حطيت شي فيديو اليوم، بغيت نشارككم معاكم هذا الفيديو اليوم، وان شاء الله غادي نديروا واحد الدوره وغادي نشهيت واحد شوت بوزروب الا كاين، غنضرب واحد شوت بوزروب. مشيت معايا الغانجو كما العاده، مول الغانجو انا، هو مول الغانجو ضروري من الغانجو. غادي نضرب شي حبه ديال بوزروب ولا بنت شي حاجه غادي نشاركها معاكم. ترى تيركين واحد البرد في الصباح قاصح بزاف، يعني كاش هاد السيمانه كنوض مع 7 الصباح للبارك يكون البرد قاصح. اليوم زيد شويه، اليوم دابا راه جايه لواحد قريبا للتسعود وباقا باقا الريح، باقا البرد قاصح. ومن ناحيه البحر اليوم تزاد على البارح كما شفتوا، اليوم راه مزيود على البارح. البارح كان طايح واحد شويه البحر واليوم راه مزيود. المهم بقاو معنا خوتي كما شفتوا، روزه ولادها هما مبرطيني في السماء. عرفتي الما دابا كي داير، الما بارد، الروطار راه كيكونو جامد. شوية ديرها مدخلها في الجيب، راه كاين الكف هوني مولفين، وخا هكاك مولفين في الجو ديالي. خويا كيما شفتو راه جبت واحد الدور على الروطار مع الماء بارد، يعني كازا واحد الروطار جامد. الروطار دابا مع الكز جامد، واحد الرويطه الى هي هنايا، هي داخله هنا، ولكن مع هاد الحجره صعيبه اللي زقلتها مشات. طويل كلها عرفتي، رجليا سرد هو المبان. واو، ما كنتش باغي نسرد رجليا، واني مع هاد الروطالة غنسرد. واش غندير؟ عرفتي الما كيدير المبان بزاف بيان كلاس. كما شفتو اخوتي، هي الثانية الى سهل فيها الله، يعني كما كتشوفو اش كاين قدامها، كاينة الرملة. دابا شنو هو اللي خلانا نشوفوها؟ هي داك الرملة اللي مليوحة. اين فوق كتبان لك الرملة مليوحة بحال هكا قدام الغار، بحال هاد الرملة كتبان لك مليوحة، عرفها راه كاينة شي حاجة، يعني اما هي اما حريشة 100% كتكون هي. نستناو الموجة تتمشي وغادا ان شاء الله ندير مع واحد المحاولة، حقاش ما شوف راه ما بيناش مزيان، يعني ما قربتيش راه ما بيناش. يا بسم الله، دابا غنقلبو على شي بوزروب، لا خبرتنا شي حوايجين يعني نديرو ديال بوزروب. غادي نضرب شي حبة ديال بوزروب، هو راه قليل شوية، قليل قليل نفع السطح. المهم واخا شوية منبقاو تبنو الروطار، راه كاين جوج بياسات ان شاء الله تبان شي بياسة اخرى. ندير واحد شوية بوزروب نضربوه بما البحر راه هاي تما جاي. دابا جينا لهاد البلاصة هادي ما كاينش فيها، يلاه ضرب شي واحد شوية ديال بوزروك وداك الجرو طارت واحد شوية ديال بوزروك. دابا غنقص بهاد في المعاناة كيفاش كتحولوا من بلاصة لبلاصة، البحر راه جاي كيعمر.
اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو. كما شفتوا معايا الحصيله ديال بوزروك هاي ضرب شاق راه ابو موس وغنجيب شي خدام يعني بغيت عا شي حاجه اللي غناكلها يعني راه توحشنا حتى هو بوزروك. كان داز ديك الموفيطه ديال البحر كان داير 5 متر وراه ما كانش بوزروك. يلا السيمانه هذه يلا شي يومين دابا يلا بدا كيبان. المهم قلنا من يبان واحد شويه نضربوا واحد الكميه يعني طيبوها تشهيناه. وكما شفتوا معايا جوج حبات ديال الروطار يعني الروطار راه كيكون ولكن دابا مع البرد يعني كيجمد حتى هو في البرد ما كيخرجش. جوج بياسات ديال الروطار هما اللي كاينين ها هما كما شفتوا معنا الله يجعل البركه. المهم حاصله ما بيهاش شويه بوزروك راه كنخدمها حبه حبه يعني بغا ناكل حبه حبه غتكون واحد نص كيلو هنا ديال بوزروك. المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو كما شفتوا البحر دابا راه كيعمر يعني ما خاصنا نحيدو من البلاصه هذه كيعمر على ما تقاش من الدوز قرب الخفض كيعمر فيه واحد شويه رسله وصباح مزيود. المهم اخوتي قبلوا على الفيديو هذا وموعدونا ان شاء الله مع فيديو جاي.